Oh yeah. معكم أميل جراب زوجتي من جديد فيديو جديد فلوق جديد الحمد لله كيف ما شفتوا البلانكم متعطلت شوية باش نحط شي فيديوهات رغم أن ضيق الوقت وكان عندي القراية وشوية ديال الخدمة دونك الحمد لله دابا لقينا أن فرصة باش نشوفوا واحد الفلوق اللي غادي يكون سبيسيال شوية خليكم مع البلان سير فوالا كيفما كتشوفوا ان الدراري كيبريباريو الخرزه عندهم هما غدا الخرزه صراحه ما كرهتش انني نجي انا نمشي معاهم مي عندي فيستيفال كاين معنا يوسف اكايو سيمو موغيت عثمان شكرا لك يا سيدي فوالا ما نساوش اللي هو كامل ديالنا فوالا معنا هنا سمو تاسيم موسو هو اللي صورني في الليل ايوا امين امين الله يحفظك معنا هنا وليد تحية للتلج تحية للشمس كوباي سباسا الله يحفظك المهم غادي نقصر واحد شوية هنايا هي صباح الخير خوتي جيسبيغ تكون صباحكم بخير الحمد لله كيف ما لقيتوني هنا عاد فقت من الناس كنت معاد لبس حوايجي دونك دابا غادي نجمع الماتريال باش نمشيو للفيستيفال باي ذا واي ما شرحتش على الفيستيفال مزيان انا غادي نعاود نشرح لكم المهم واحد الصديق ديالي محمد امين هو اللي مأورغانيزي هاد الفيستيفال هذا ديديكاس خويا امين انفيتاني للفيستيفال ديالو قال لي يا كان ممكن تجي تقصر قلت ليه مرحبا الراس والعين صافي فيك بليزيغ الله واصلا شرف ليا انني نطلع السورسين ديالهم نتوما كاين فوالا دونك كيفما كتشوفوا اخوتي البلان غادي نبداو الفلوق من البيت واخا مخربقه شويه دونك خليونا دابا نجمع الماتريال وخليكم على البلان ونتمنى الفلوق يعجبكم نتمنى نكون في حسن ظنكم تبارك الله عليكم اي واش الخور اليوم والله حتى سربرايز هادي طالع بوحدي ساعه صدق سي امين هو طالع معايا اليوم كبتات امينات اخي ياك دونك كيفما كتشوفوا الخوت احنا مسلحين بالماتريال بكل شيء الكاميرا والتخربيق شوف الشوانه كي داير على حاله شو المهم دابا غادي نمشيو كيتسنانا الترونسبور قريب لنا شويه ستاي تيون المهم كيف ما قلت لكم احنا مازال كنتسنى الترونسبور اصلا دابا قلنا بانه واجد دونك تسناو الله بيس Thank you.
كنشكر كذلك الإعلامي اللي تحقوا به الآن من سي جمال أجدو إعلامي وصحفي مغربي رئيس المكتب الجهوي للرابطة المغربية للصحفيين وكذلك إعلامي بإذاعة والتلفزة المغربية إذاعة الأمازيغ. الآن نعيطوا للناس الأطفال اللي بحفظ السباق على الطريق. إذن الأول هو رضا بالمراوض نصفخوها جميعا نركب السي جمال أجدو الذي حقق بالنساء لكي يقدم له جائزة. والمركز الثالث أيمن فرتح يسلم على أستاذ جمال. امين يا امين. يعني الشعار لا تطوي الافاق والمكتسبات. علي كومبانيا كومبانيا باشا سنيدو باشا سنيدو ودو سرادو ودو سرادو ودو سريما ودو سريما ودو فوسيدو ودو فوسيدو باشا سيتاس باشا سيتاس كولا سيتاس كولا سيتاس يلا بينغوينو يلا بينغوينو تنغو افويرا. إذن نطلب من الأطفال الالتحاق بالألعاب. كنشكر كلنا بطاطا على هذه الفقرة البهلوانية. نريد دائما تذكير ساكنة سيدي البهلوي خصوصا ساكنة سيدي المنزهة بالأيام الثقافية بمناسبة مولاي صنع على تأسيس جمعية نلتقي معا تحت شعار المكتسبات والأفاق. أذكر دائما أن الجمعية انضمت ثلاث أيام من الاحتفال ندوة نسائية مقابلة لكرة القدم السينما للجميع وكذلك يوم الطفل. وذكر كذلك أن الجمعية وضعت رهن إشارة سكينة حي المنزاوى شبطوا من نوع جيد وكذلك موائد والمأمل في المستقبل لمفاجآت أخرى كراسي أو كؤوس إلى آخره وذلك لجميع مناسبات سكينة حي المنزاوى. لكن هناك معاتبة صغيرة لجمعية لساكنة حي المنزاوى وذلك لأن بعض السكينة للأسف لا تنخرط بشكل معنوي. لا نريد المادية فقط بل نريد المعنوي. مع اللي كنكونوا كنخدموا هنايا ولا كنديروا شي حملات نظافة كنلاحظوا غير
الحي ما كيلتحقوش بين الحملات النظافة ما كيعاونو الناس في احتفالات ولا في شي تظاهرات اللي كنظمها لهذا إلا بغيتو إن شاء الله مزيد من هاد الاحتفالات كنطلبوا أنكم تنخرطوا معنا دعونا للخيرات 100 درهم للسنة لا بغيتوش تبقى تشوفوا بحال هاد الأنشطة هادي راه 100 درهم لا شيء 100 درهم لا شيء اللي ما عندوش 100 درهم تا هو ممكن ينخرط حنا بغينا الدعم المعنوي لا نريد الدعم المادي لمواصلة الطريق لذا نطلب من الجميع الالتحاق للانخراط ببوابة هذا النشاط وشكر جميع الداعمين المعنويين الحاج عبد الله كذلك أود شكر كذلك جميع المنخرطين النشيطين الذين مفاتيحوا أن يساعدونا في تنظيم هذه الاحتفالات على رأسهم فوالا خويا سي محمد أمين تبارك الله عليك خويا صراحة فيستيفال عجبني بزاف 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 كنتمنى أن لي جون كامل أنهم يحضروا ويقدوا شي فيلم بحال هذا صراحة شي حاجة اللي واعرة بزاف ميرسي بوكو خويا أمين بوغ لانفيتاسيون اللي شرفتي الله يلا الله يحفظك ليا شكرا بزاف نتمنى أنك تجي مرة قديمة كل مرة تجي شكرا بزاف إذا كنشكر الناس ديال الخميسات صراحة أمين كرباتا وهاد الاحتفالات في إطار مرور السنة على تأسيس الجمعية درنا واحد الشعار ديال تسمية الآفاق هي عبارة عن ثلاث أيام ثقافية النهار الأول كان عبارة عن سينما لجميع كانت بروجيكسيون كبيرة هنايا درنا فيها الأفلام درنا فيها الأنشطة ديال 2019 على شكل فيديو وكذلك فيلم للمخرج إبراهيم السويكن واحد فيلم سميتو السبورة السوداء اليوم السبت كان عندنا لقاء مع كرة القدم مع بلدية جمعية خدمة بلدية الخميسات كان المنخرطين ديالنا لعبوا معاهم كورة لحسن الحظ حسنا في المقابلة تبارك الله عليكم البارح كان المنوة النسائية بحضور أستاذة جامعية طالبة جامعيين وكذلك محامية بيئة الرباط وكذلك فاعلين فاعلة جمعوية في المنطقة اليوم كما كتلاحظ كانوا لي جو ديال الدراري الصغار وكان الأنشطة ديال البهلوان والعشية إن شاء الله كاين الحفل الختامي اللي غتكونوا فيهم إن شاء الله السي أمين حاضرا بقوة الله يحفظك ليا شكرا بزاف ديالنا فيه اتاي البيض ب واش شنو داكشي اللي فيه فرماج الفرماج ها الفرماج وين
والخبز زويت ليا داك الشيء زويت ليا داك الشيء هاد اللعيبه هادي عرفتي حمقاتني باش نعرف شنو هي تعرفش بان هذيك الصحبه ديالي والله ما عرفت سميتو هادشي ديالي هنا الدكتور هنايا وصافي اعتبروها عندها معنى وهي موسيقى بالرجل اللي غيحضر معنا بهذا الحال فنان جيتاريست نجانا من خميسات فكان بلي مرحبا بك ومرحبا بالناس بخميسات سيدي علا البحراوي ومرحبا بالضيوف ديالنا اللي جاونا من بعيد ومن قريب كنقول لكم مرحبا بكم اليوم اذا وليدات انتم موجودين اليوم ما سمعت والو موجودين اذا غادي نبداو كنطلب من مسجد المنزه ومقرئ اذا غادي نبداو ان شاء الله الافتتاح مع الاخ اسامه على بركه الله سنبتدي اذا كنطلب من الوليدات المشاركين بطبيعه الحال قبل ما غادي نبدا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شوفوا المبدعين ديال الخبيسات اللي جاوا حاضرين معنا وكنقول لهم مرحبا بكم سيدي علا البحراوي اذا مازال معكم خليكم معنا لا 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 لا
كاين هاد السلعه هذا وي امين عطينا خويا ويرجع لهم طبيب الحال من خميسات حضر معنا بفقرة
السلام عليكم اخوتي، سمحوا لي داك النهار جيت دقدق شويه وما قدرت لا نمونطي لا نصور الاول. دونك اول حاجه كنبغي نشكر جمعيه اللي نرتقي معا اللي قدموا لي احسن ترحيب تما كاين، بارك الله عليكم الدراري. ثاني حاجه كنبغي نشكر خويا وحبيبي محمد امين السقيني اللي صدفني تما كاين وقدم لي حتى هو احسن ترحيب، تبارك الله عليك خويا وشكرا بزاف لجمعيه اللي نرتقي معا. كنتمنى من الله ان الجمعيه تنال المبتغى ديالها اقرب وقت ان شاء الله. تبارك الله عليكم اخوتي. دونك كيف ما كتشوفوا البلان انا لقيتو نعاد كالمونطي، بقى غير هاد لا فيديو هذا باش ندير لا جوج فينال. فوالا خويا واختي الا كنتي كتفرج فيا دابا عجبك البلان ما تنساش واحد جيم لتحت، ما تنساش واحد ابوني. تبارك الله عليكم، سي يا نيكست فلوغ ان شاء الله.